نستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان البحار العميقة فيها أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة إلى أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال كان يا مكان 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 فارس يا ولدي الشجاع أنت الفتى المرصود للقضاء على هذا الوحش وتخليص أهلك وعشيرتك منه إلى الأبد. أنا؟ كيف ذلك؟ إذا ما ظهر هذا الوحش سيمنع الناس من ارتياد ماء البحيرة إلا بعد أن يقدم له عروسا كل مدة هو يحددها. لا أكاد أصدق ما أسمع يا سيدي. بل صدق، وقد اقترب موعد ظهوره هذه الأيام. قل لي أولا ماذا يفعل بهذه العروس؟ لا أحد يعلم، إنه يغوص بها إلى قاع البحيرة وتختفي العروس. طبعا طبعا فارس يا ولدي، مهر عروسك أن تقضي على هذا الوحش وتخلص أهلك وعشيرتك منه، وإلا أنا موافق. ولكن كيف؟ ستسافر حيث أقول وسأرشدك لما تفعل. إذا كان لابد من سفرك فلنعقد قراننا ثم أرافقك الطريق. كم كنت أتمنى ذلك يا عزيزتي، ولكن سفري ليس بطلب تجارة أو فسحة. فيما سفرك إذن؟ قلت إن شيخ العشيرة يريدني في مهمة تهمه هو. هو يحق لشيخ العشيرة أن يؤجل زواجنا من أجل غرض يطلبه هو؟ لقد دعوه شيخ العشيرة ونصبوه عليها لفائدة يراها هو أكثر مما نراها نحن. وأنا كذلك أوافق على ما رآه الشيخ يا عزيزتي، فهو فعلا لمصلحة الجميع في هذا الكفر. أو تعلم ولا تخبرني يا فارس؟ هي الضرورة على ما أرى، والمهمة أولا وأخيرا لمصلحة الجميع، وأولهم أنت وأنا.
هوني عليك يا ابنتي، فلكل أجل كتاب. لطالما خشيت السفر والاغتراب عن هذه الأرض، ولكن ماذا رأيت؟ أم لعلي تعب ومرهق؟ لقد رأيت ما رأيته بتأثيري. لا يا فارس يا ولدي، إنما رأيته حقيقة واقعة. كأني بك شيخ عشيرتنا الذي أرسلني في هذه المهمة. المهم أنك لازلت مصمماً على متابعة مهمتك هذه، خاصة بعدما رأيت بعينيك الخطر المحدق بأهلك وعشيرتك. نعم، وأرجو أن تتابع مشورتك لي. أين أجد السلاح الذي أقضي به بإذن الله على وحش البحيرة؟ هناك حيث الجمجمة فاغرة فاها. عليك أن تقف وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تدخل من فم الجمجمة بكل شجاعة. أدخل من فم الجمجمة؟ حسناً سأفعل. ليس الدخول هو المهم يا ولدي، المهم أن تجتاز الصعاب حتى تصل إلى آخر الطريق، وهناك ستجد السلاح الذي يمكنك من القضاء على الوحش. خذه وانطلق عائدا بسرعة. ألا تذكر لي نوع السلاح الذي سأجده وأعود به؟ إنه سيف، ولكن إياك ثم إياك أن تلمس شيئا آخر مهما كان مغريا. هل أنطلق الآن يا سيدي؟ انطلق عندما تجد بنفسك الشجاعة الكافية لمواجهة المجهول. Thank you.
ترغبون بالعيش قرب بحيرة هذا، عليكم أن تدفعوا لي ثمن ذلك فتاة من أجمل فتياتكم كل ما طلبت، وإلا فالويل لكم ثم الويل. ما هكذا تكون المجالس يا قوم؟ أعذرنا يا سيدي، فالأمر فوق طاقتنا ولكل رأيه. لا بأس، والآن أحب أن أسمع رأيكم فردا فردا. لا أظن أحدا يملك رأيا محددا، ولهذا جئنا إليك، فأنت كبيرنا وشيخنا. ظهر وحش البحيرة كما كنت أتوقع، وهو يطالبنا بتقديم أجمل فتاة في عشيرتنا أو يمنعنا من ارتياد الماء، لا بل يهاجمنا في أرضنا، فماذا ترون؟ وهل نملك إلا أن نرضخ لطلباته؟ إنه وحش كاسر وليس لدينا ما ندافع به عن أنفسنا. هكذا يا صاحبي يهون عليك أهلك في سبيل لقمة العيش؟ وماذا تراك فاعلا يا مصطفى؟ بل ترى ماذا يمكن لشيخنا هنا أن يفعل؟ اللهم إلا الدعاء والرجاء. لا تستهن بالدعاء والرجاء يا رجل، خاصة إذا ما اقترن بنية صادقة وعمل فاعل. لم أفهم ما تقول يا سيدي، هل نملك إلا الخضوع لرغبات الوحش؟ تملك الإيمان والعزيمة والاتكال على الله سبحانه إلى جانب الإعداد السليم للقضاء على هذا الوحش. ولكن كيف يا مولاي؟ أقول هذا لأطمئن القلوب الواجفة. تتموّنون الآن بالماء وبكميات وافرة، ثم نحتاط بالسكن ونحاول ألا نقترب من البحيرة حتى لا يستطيع الوحش إذا ما هاجمنا أن يلتقط أحدا منا. ولكن إلى متى ذلك يا سيدي؟ إلى متى؟ إن الماء سينضب وإن الاختفاء لن يطول. ريثما يعود فارس ابن العشيرة الشجاع ليواجه هذا الوحش ويقضي عليه بإذن الله. فارس؟ ولماذا هو بالذات؟ ترى متى يعود يا مولاي؟ علم ذلك عند الله سبحانه، ولهذا أطلب منكم جميعا التمسك بالرجاء وبالدعاء لله عز وجل من قلب صادق بأن يسهل مهمة ولدنا فارس فيما هو ذاهب إليه، وأن يعيده إلينا سالما غانما.
السلام عليك أيها الشاب الشجاع. وعليك السلام أيها الشيخ الجليل. لعلنا التقينا من قبل يا مولاي. لقاء القلوب والأهداف النبيلة خير لقاء يا ولدي، ولكني لم أرك في هذه البقعة من قبل، وقد سبق لي ومررت من هنا. صدقت. فأنا هنا بفضل شجاعتك وقوة عزيمتك وصدقك. لقد كنت مرصودا داخل الجمجمة السحرية، وكان الرصد مرهونا بانتزاع السيف والترس هذين، ولكني أحضرتهما لقتل وحش البحيرة، ولم يخبرني أحد عن رصدكم هذا. تأتي الأمور أحيانا على غير ما نتوقع يا ولدي، ومهما بلغنا من علم فالله أعلم يا ولدي. لا إله إلا الله، ولكن من أنت أيها الشيخ الجليل؟ رجل من عباد الله. ولماذا كنت كما تقول مرصودا داخل الجمجمة؟ لكل أمر سبب يا ولدي، ومهمتي الآن مساعدتك. كيف؟ بالإضافة لشجاعتك وحبك لأهلك، فهذا السلاح هو الوحيد القادر على اختراق الجسد الوحش وقتله. أعرف هذا يا شيخنا، ولكنك لا تعرف كيف تصل إليه. هذا ما أفكر به. تعال يا ولدي، تعال لنتزود بالشكر والدعاء، فقد كتب الله سبحانه وتعالى خلاصنا على يديك. غيبة فارس يا خالة. يا رب يا رب هون له مقصده. عليك أن تتجملي بالصبر يا ابنتي. اللهم أعده إلينا سالما غانما. هل لازالت لديكم كمية كافية من الماء؟ لم يبقى إلا القليل القليل. في آخر مرة بالكاد أخرجنا بعض الماء من الزير. أتساءل عما يمكننا فعله دون ماء، ولا أحد يستطيع الاقتراب من البحيرة. أجل، وفارس ما زال بعيدا عنا. يقولون إن البعض يستقي من البحيرة خفية، ربما عندما يكون وحش البحيرة نائما. وهل تنام الوحوش يا ابنتي عن ضحيتها؟ استكملت أدواتك وسلاحك لنجاح مهمتك في بلدك، لم يبق لدي يا ولدي إلا أن أدعو لك الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. أشكرك على كل ما قدمته لي من نصح وإرشاد. الشكر لله العلي القدير يا ولدي، فأنت شاب قد حاز على رضا أهله وربه، وما نحن إلا وسيلة لمعونته. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا أيها البساط. بإذن الله. لازلت أتساءل يا سيدي، هل التقينا من قبل؟ وسنتقابل إن شاء الله في أعمال الخير. والآن
توجه للقضاء على وحش البحيرة واضعا إيمانك نصب عينيك. إنك صاحب الحق المدافع عن حقه وعن أهله بما يرضي الله. اطمئن أيها الشيخ الجليل ودعي لي بالتوفيق. لقد أبليت بلاء حسنا أيها الشاب الشجاع. على عكس ما كنت أتوقع، فقد انتهت المعركة سريعا. هذا لأنك تتسلح بالحب وروح التضحية في سبيل أهلك وعشيرتك. ماذا عن هذه الأسلحة يا شيخنا؟ احتفظ بها عندك، وليتوارثها الأجيال من بعدك، وستبقى ذكرى انتصارك على الوحش، انتصار الفارس الحر على عدو أهله وعشيرته. بارك الله بك يا شيخنا الجليل، فقد كنت خير عون لي في دفاعي عن أهلي والقضاء على الوحش. لولا عزيمتك وشجاعتك وصدق نيتك في دفع الأذى عن أهلك وعشيرتك لما فعلت هذه الأسلحة فعلها. فأولا وأخيرا يجب أن تتوفر في الإنسان هذه الصفات. جزاك الله عنا كل خير. والآن هيا إلى عروسك، ولتكن الفرحة فرحتين، النصر والعرس. حلوة جدا. المهم انه نكون اخذنا العبرة من هالحكاية. اخذنا وتسلينا. يعني لازم الانسان يكون عنده الشجاعة ويدافع عن بيته واهله، وما يخاف من المعتدي حتى ولو كان اقوى منه. في ملاحظة صغيرة، بيت الانسان مو يعني البيت اللي عايش فيه ولا البناية اللي ساكن فيها وبيته فيها. كمان بيته وطن، وأهله كمان هن أهل بلاده. مفهوم؟ مفهوم جدا. مفهوم جدا. مستمعي فكر، تصور، وتمتع.
يا مكان.